عودة مجددا السادة المشاهدون في فقرة الحقوق والواجبات، معنا القاضي محمد أمين عبد المجيد أبو. أهلا وسهلا بك. شرفنا للمرة الثانية في فلاتو. اليوم نتحدث موضوع مهم جدا، وهو موضوع اقتحام البيوت. نعم. فندور تحدثنا عن هذا الموضوع، يعني هو موضوع مهم. نعم، موضوع مهم جدا، ولأهميته القانون الجنائي التشادي لعام 2017 تحدث عنه في المادة 337. طبعا في المحاكم القضاة يعانون من هذه المشاكل، والنيابة تعالجها سواء بإرسال المنتهكين أو المخالفين عن طريق المتابعة في شق الاف دي أو السي دي، يعني الشكاية المباشرة أو كمان في الفوري. فهذه الجريمة أو بالتحديد هذه المخالفة هذه الجنحة هي متركبة من عناصر: انتهاك حرمة الدار أو اقتحام الدور، بمعنى إنسان غير مخول ليه يدخل في بيت أو منزل أو حرس تابع لشخص بدون إذنه بالقوة. هذا يسمى هذه المخالفة، هذا أركانها. طبعا المادة 337 تحدثت، وهي ناشئة أساسا من الجرائم أو الجنح الإيجابية. طبعا عندنا في القانون في جنح سلبية وفي جنح إيجابية. السلبية طبعا مثلا أنت مأمور كون تبلغ عن مجرم أنت ما بلغ عنه، سلبا أنت ما سويت، لكن طبعا القانون بيتابعك. وكذلك أما الإيجابي فبالفعل مثل الجريمة اللي احنا قاعدين نتحدث عنها أو الجنحة اللي قاعدين نتحدث عنها، انتهاك حرمة الدار أو اقتحام بيت الشخص بغير إذنه. طبعا القانون وضع لمعالجة هذا الموضوع، جعل له شنو شقين، في قسم الناس إلى قسمين، في قسم المنسوبين منسوبين الدولة أو المحسوبين على الدولة أو المحسوبين من القوى العمومية مثل الشرطة والدرك وأفراد الأمن، إضافة إلى ذلك مثل منفذي القانون مثل الـ UC وكذا. فهؤلاء لهم عقوبة تختلف عن الأشخاص الآخرين. يعني أنت كان قمت مشيت دخل بيت أنا عايشة وبدون إذن وممكن هي تتابعك، والمتابعة لما تجو بيختلف عن كونه شرطي أو إنسان مثلا عنده صفقة وصفة رسمية مثل شيف دي كاري أو شيف دي كارتيه أو الويسيه، يقوم يمشي يدخل لإنسان في أوقات غير منصوص عليها. طبعا القانون حدد الإنسان من الساعة 5:30 صباحا لساعة 7:30 ممكن يتابع، لكن فيما بعد ذلك حتى الشرطة ما مسموح لها كونها تقتحم دور الناس. وده كله كيف تفاديا لشنو؟ لإزعاج الناس وانتهاك حرماتهم في البيوت. طبعا البيوت لها حرمات خاصة. فبالنسبة للشخص المحسوب على الدولة أو المحسوب على النظام العام عنده عقوبة خاصة به، يعني هو سوى شيء ده مثلا إنسان بوليس أنتولو كونفوكاسيون قال أمشي ودي لي، معناته هو اللي يطلب لنا إذن أو تصريح كده قبل ما يقتحم المنزل. ما شرطي بس خلاص قال له فلان قابو دوره بس خلاص يمشي يدخل، ولو قومي أنا سلطان مثلا يقول له محسوب على الدولة. يمشي بس خلاص يدخل في بيت كرم كرم ويقول له نعم ده اللي قمنا نمشي هسه وكما يمشي. طبعا كان قال له أدخل ما سمح له بالدخول، إذا كان دخل طبعا يعاقب بين سنة من 6 يوم إلى سنة، وغرامة من 10,000 إلى 100,000. ده الغرامة المنصوصة في المخالفة دي أو في الجنحة دي. أما بالنسبة للإنسان العادي، أنا عندي مشكلة مع نادم كلام تيران، شلت كونفوكاسيون مشيت، سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، نعم ده سمياء يرفقكونا ده فلان أو ما يحجي، بدل هو يمشي لشيف دي كاري أنت ما تقدر تعجل تعرف قدر المشكلة ده، بس قام طوالي مشى ليها شنو بيقو بس دخل ليه في الوبيتة. فهو ممكن بدل هو قاعد يتابع كلام التيران هو قاعد يتابع بجنحة اقتحام الدار بغير إذن. فده كمان بالنسبة للإنسان العادي ما محسوب على الدولة وما محسوب على النظام العام ده،
بكون عنده عقوبة ما بين شنو؟ 6 يوم إلى 6 أشهر. يعني هناك من عندنا من 6 يوم إلى سنة. هنا عندنا شنو؟ من 6 يوم إلى 6 أشهر. والغرامة المالية. والغرامة المالية طبعاً من هنا من 5000 إلى 25000. في ناس تخلط بين هسه اقتحام مثلا بتصريح ولا اقتحام مشاكل مثلا بيني وبين الناس، لكن في اقتحام واحدين تكون في البيوت مثلا حراميه يجوا لك في البيت انت ما عندك خبر، يقتحموا بيوتك ويحددوك ويشيلوا املاكك، هل دي يكون عندها علاقه مع الاقتحام المقصود حسا الان قاعدين يتكلموا فوق ده؟ لا لا، الاقتحام المقصود هناك مثلا حراميه جواته مرات ممثلي النيابه ممكن يعني في اشياء التكييف القانوني كان جابوا لهم انسان مجرم ممكن يضيفوا له كثير من الجنح او من الجرائم لمو له كمل، لكن الاصل فوق مثلا الحرامي ده موضوع اخر، يا اما استشهد بالفتير دول شيك او سرقه فول يعني سرقه عاديه او سرقه مغلظه، يعني ده شيك بيختلف عن اقتحام الدار. اما بالنسبه لاقتحام الدار ده الا في الحاله اللي هسه ذكرناه كونه لكن اقتحام الدار كله يكون يجب ان يكون دار ده ما قال انه قاكر لو كذا ساكت، لا يكون عنده في شنو؟ ومايز كذا في حاجه حرص مثلا يعني حاجز موجوده أيوة. معروفه ككون ده ارض فلان او ده بيت فلان او ده سكن فلان او مقام او مكان انا عمل هنا فلان، لكن اما كما اذا كان في الشارع كبز واحد لقيه وراه ويقول له انا فيولاسيون دوميسيل ما بجيب يعني ما بكون يعني مجلس انت قلت اقتحام مكان خاص معروف ده مكان انا فلان مكان انا مكاني انا واس اقتحام المكاتب مثلا مكتبك انت قاعد مكتب في المكتب وبعض العمال عندك مشاكل بجي بدخل لك في المكتب بيسد المكتب ويسيبك مشاكل. دي مخالفه اخره، دي اهانه شخص اثناء اداء عمله. يعني مثلا هسه احنا قاعدين مثلا الناس اللي قاعدين هنا قاعد يعدوا واحد جابوا دور بدخل بيتكلم فيه برنامجنا او برنامج راس المعد اللي عليكم طبعا ده موضوع اخر شيء، لكن انسان في عمله فيها ده اهانه موظف اثناء اداء عمله وكذا ده شيء بيختلف عن الهنا الدار. لما نقولوا طبعا القانون الجنائي اللي هسه معروف طبعا مترجم عن الفرنسيه الناس تخلي الناس ما تنسى فيلاسي دي دوميسيل هل مكان تسميه ما تقدر تقول ده دوميسيل هناك ده مكان عام مكان انا عامل لكن في عقوبات خاصه للانسان مثلا بآذي الانسان او بدخل في اثناء عمله وببرجي اللي عمله ده في عقوبه اخرى موجوده بالنسبه له. أنا عندي تساؤل كده مثلا في اقتحام البيوت ده في مثلا مجموعة من الجنود أو مجموعة من الشرطة يكلفون كي يمشوا يراقبوا مثلا هسه اللي يتم في البيوت 5 صباحا تفتيش يجوكوا أنت ما عندك خبر نايم في بيتك كان 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 بس يدخلوا لك ناس قاعدين يقولوا يفتشوا بعد مرات أنت فتحت لهم الباب ده ما يعرفوا وياتوا قاعد داخل ياتوا هم يقتحموا البيت عشان يسوء، هل هم كمان يترتب لهم العقوبات مثل الشخص العادي؟ ايوه ليس عبطا، انا ذكرت في البدايه قلت لكم كون القانون الجنائي التشادي لعام 2017 قسم الناس الى مجموعتين، مجموعه محسوبين على الدوله، بمعنى الناس اللي بيسووا التفتيش ده هم المفروض يكون عندهم اوراق، طبعا قبل الساعه 5:30 ما ممكن يدخل الناس بيت نعم وبجوا المفروض يوروك التصريح يقول لك اسمع نعم احنا جينا دول ممكن تشيلها انت كمواطن عندك حق وعندك حقوق وعندك واجبات وبرنامجنا ذاتي قال او الشقه لسه قاعد نتحدث عنها حقوق وواجبات نعم. تجي تشيل تشيفه كون تاريخها في يوم كذا في يوم كذا في يوم كذا سمحوا كون حاره فلانيه الفلانيه بفتشوها بتفتيش اسلحه تفتيش عن مجرم معين مثلا، فاذا كان الاجراءات ده ما التزموا بها ما وروك بجي دخل بقى هيقلك تشيل ارقامهم، وفي عندنا طبعا ناس كثيرين تعرضوا لمشاكل مثل ده اشتكوا وفي مشاكل حتى القضاة احيانا نفس عندهم نفس الاشكاليات دخلوا بيوتهم وفي عندنا مشاكل في المحاكم ما زالت شنو سايره المتابعات ما زالت سايره، بمعنى الانسان اللي بيفتش او الانسان المبعوث ده بيكون عنده ورقه تصريح من الدوله، تصريح من الدوله ده كان اجاهه امنيه او الافضل يكون شنو مدعي الجمهوريه بكون المسألة الأمنية دي كنا شنو بشرف عليها. تفتيش ده مسألة بيكمل فين؟
انسان ويجي فوق سلاح وكربوه وداوسان بيكمل في المحكمه. طب اذا كان مدعي الجمهوريه ما وكيل الجمهوريه ما عنده خبر بيشيله بمشي بودوله سوى باذن نهايته. المفروض القانون ده يكون شنو؟ من الفوق لتحت كلنا نكون في نفس المقام. درجه الوعي بس. في درجه الوعي يكون يعني والناس كل احيانا شفتوا ما بطالبوا. يعني ممكن يسولف ما بطالبوا السيد القاضي ياسر ده السؤال اللي داير نسالك. يعني جي اختهم بيتك تمشي طوالي بتمشي جستيز ولا تمشي وين؟ مباشرة أول بأول تجيب يو سي شيء من أنا بسمي يو سي يجي يشوف الحالة الفوضى اللي هم بيخلوا لأن غالبا بتكون فوضى يعني على حسب معلومات اللي عندي يعني القضايا اللي أنا عالجتها بتكون فوضى بيجوا بيفتشوا الخمام وبيدفقوهم وبيفكوا حاجات فده بيجوا أنا ما قصدي الأساكر أنا قصدي نادم اللي هسه قلنا هدي اقتحام البيوت ده نادم جاي اقتحم بيتك أنت دور تقدم دعوة تشكي تمشي وين عشان تشكي؟ ايوه نفس الدواء ده كله لانه القانون بشمله هم الاثنين مثل قسمناهم ده نعم. الاثنين في نفس الوقت في حاله في احداث فوضى تجيب يو سي يجي مثلا دو فلان شيف دول يو سي يجي في الماء ويكتب تقرير كونه في يوم الكذا كذا كذا طب بناء على طلب فلان فلان جينا وعيننا كونه في فلان فلان او اكس او انسان غير سي ما معروف كونه جاء عنده صفه كذا كذا في الساعه كذا كذا وبشهود حضور شهود كذا وكذا بعين الحاجه اللي حصلت نعم. بعدك مباشره تشيل الياتور وتقوم تمشي تشكي بها امام مدعي الجمهوريه او ده الاسلوب الامثل او تمشي للشرطه القريبه من المكان تقول لهم اسمع نعم انا احتمال نقول جاري ده ما ياله عندهم هم في مكان كده كده جو انتهكوا حرمه داري دخلوا سوسو ودو شهود كل قاعدين عندي احيانا ما تلقى شهود اذا يالق وناس الجوارين تقول لهم دو نعم ماشي بهربين شفتوا هسه ما رجعوا له بيتي جوز قال لي كونفوكاسيون بقوه ما ندر دخل في له بيتي فده الطريقه اللي انت تقدر تمارس بها شكايتك امام الشرطه او امام مدعي الجمهوريه وطبعا بتحاول بقدر الامكان تلقى لك انديس او علامات بدايه حجك تقدر تثبت به كون سيك الشيء ده حصل. شكرا جزيلا سيد القاضي فاكيد توضيحاتك دي يعني استفدنا كثير واكيد المشاهدين الكرام كمان استفادوا من التوضيحات دي ان شاء الله نستضيفك في مواضيع اخرى تخص الحقوق والواجبات. شكرا جزيلا سيد القاضي. لا شكرا واجب في حاجه كده بسيطه بس معلش جاتو الناس بدل يلجوا للقانون هم السياده بحاول ما دام دخل انا كنا نحاول نكمل معايا في لب البيت أيوة. فده الشيء اللي احنا ما بندوره مره واحده ان شاء الله ما يحصل ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا مشاهدونا الافاضل نطلع لفاصل قصير ومن ثم نعود لنواصل.